من الموصل إلى بغداد قادته خطاه للبحث عن سبيل الخلاص مما تمر به أميرته وفلذة الكبد ذات الخمسة أشهر، بعد أن وصل صدى مناشدته عبر ما نقلته قناة التغيير في تقرير أعده مراسلها محمود الجماس من نينوى، كتب فيه ما تعانيه الطفلة غلا من مرض قد يكلفها حياتها ما لم تتلقى العلاج خارج العراق، تلك المعاناة التي وصلت بوالدها أن يفكر في بيع إحدى كليتيه، إلا أن تلك المحاولة هي الأخرى قد تبوء بالفشل كونها لا توفر المبلغ المالي المطلوب للعلاج. أي علاج ماكو، يعني أي علاج لا متوفر لا كأدوية أو كمؤسسة بالعراق تقدر تسوي إلا خارج، إلا زرع نخاع. هذا تكلف ايش قد مبلغ؟ يعني انت العائق الوحيد اللي خلاك انه تعيش هاي المأساة شنو هو؟ هو المبلغ المال، يعني هسه انا منتسب ما رجعت، يعني ما عندي اي وظيفة. ما عندي مصدر رزق، يعني اشتغل صباغ يوم اشتغل على خمسة ما اشتغل. يومتي 15000 اجمع بيه من واطلع بيه من الدكتور. وين مسات هاي المأساة هي المادة. انا يعني عندي مادة ما اطلب ولا طلعت لها وصلت لهاي الحالة. شو اخذت وطلعت بيها. يعني هي مبلغ مكلف. يعني حتى بالليل ما ننام احنا. يعني 24 ساعة لازم قاعدين عليهم، ما نقدر نعوف في لحظة واحدة، يعني نراقبها راقبها لازم دائما مراقبينها، يعني إذا بالليل وإذا بالنهار يعني ما نقدر بدنا نعوفها، نخاف لا ينزل دمها، ويعني إيه ننزل دمها على غفلة، يعني قبلها يعني راحت هيك، يعني قد طفلة قبل. فقدتوا طفل قبلها؟ إيه 2017. آه. إيه. يعني هذه حالة وراثية؟ لا ما عندنا، بالعشيرة ما عندنا هيك مرة. هيك حتى ما عرفنا يعني شلون راحت يعني هيك بس نشف دمها و وتوفت. وزارة الصحة تبنت مسؤولية البحث في صحة الأوراق الطبية للطفلة غلاء وتبني علاجها بعد أن استقبلت عائلتها في مقر الوزارة ببغداد، والتغيير كانت حاضرة وشاهدة على تلك الخطوة ومتابعة تفاصيل المناشدة. زراعة نخاع عظم نحتاج خارج العراق، لازم كل جهة تقيم الأمور، فصراحة تتابعون اليوم مع مركز نخاع العظم اللجنة راح يقيمون الحالة مالته، نكمل الفحوصات مالته، إذا احتاج إنه زراعة خارج العراق حتى رسله خارج العراق إن شاء الله. مع الوزير عن هذا الإجراء من شو وقت راح يبلشون؟ من الآن يعني اليوم إن شاء الله راح يروحون ياهم القسم شؤون المواطنين يتابعون مع مركز النخاع العظم في مدينة الطب، فينطوننا التقرير على ونكمل الإجراءات بإذن الله. ليست الحالة الوحيدة أو الأولى والأخيرة، بل إنها نموذج لمئات أو آلاف الحالات الإنسانية التي تنتظر مد يد العون والمساعدة لإنقاذها من وجع المرض الذي يفتك بأجسادهم وربما قد يكلفهم حياتهم. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.